الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مشاهدينا في صباح يوم ثلاثاء جديد. صباحكم نشاط وحيوية، ويسعد صباحك محمد. صباح الخير مها، يسعد صباحك إن شاء الله. صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم برنامج صباح الرياضية، والذي نقدمه لكم من مركز تلفزيون جدة. ما إيش فقرتنا الأولى؟ طبعا الكثير من الفقرات مشاهدينا تنتظرنا اليوم، وخير يمكن نستهل فيها حلقتنا اليوم هي الدكتورة رويدة إدريس وفقرة الصحة، يعني نصائح الغذائية. نعم، يفترض أن نبتدي برنامجنا إن شاء الله اليوم بهذه الفقرة. فاصل. صباحكم سعيد من صباح الرياضية. اليوم حنتكلم عن البيتزا. البيتزا أكلة الجميع بيحبوها، الصغار والكبار، بس اليوم حنتكلم كيف ممكن، يعني إحنا جايبين المكونات الطبيعية اللي ممكن لما بناخدها في أي مطعم بناخد المكونات دي، وحنقول لو إحنا بنعملها في البيت كيف ممكن نغير في المكونات. أول شيء طبعا معروف إنه البيتزا بيكون فيها الدقيق، فإحنا ممكن إن نستخدم دقيق أبيض بدل لإن نستخدم دقيق أسمر. ليه؟ علشان الألياف فيه بتكون عالية، رغم إنه ما حتتغير في السعرات الحرارية، اللي حيتغير في القيمة الغذائية، يعني حتكون الألياف أعلى. بالإضافة للزبادي والحليب أيضا بترفع القيمة الغذائية من حيث الكالسيوم، فإحنا مو دائما نقول لأطفالنا لا تتخن ولا مش مفيدة، احنا ممكن نعمل اي اكلة مفيدة بالاضافات اللي نحط لها. هي الزيت، يفضل استخدام زيت الزيتون بما انه البيتزا معروفة انها اكلة ايطالية، فاكيد في ايطاليا دائما بيستخدموا زيت الزيتون. ممكن اضافة الملح، وكل ما كان الملح الصخري كل ما كان او الطبيعي يكون افضل. ممكن استخدامة الملح اللي بيكون في الصيدلية اللي هو زيرو للاشخاص اللي عندهم الضغط، بيساعد برضو انها تكون صحية قدر الامكان. طبعا الخميرة السريعة من الاشياء اللي غنية جدا بمجموعة فيتامين بي، فممكن اننا ناخدها. على فكرة بتدي نضارة للبشرة وبتقوي الاعصاب والشعر والاظافير، فهذه جدا بتكون مفيدة. السكر طبعا موجود في جميع المعجنات حتى في الخبز، يعني الاشخاص اللي بيقعدوا يقولوا انا ما باكل سكر، لا انت بتاكل سكر، والسكر كما المعجنات والمكرونات كلها بتتحول لسكريات ولدهون ثلاثية في الجسم، فمهم جدا إننا ننتبه للموضوع ده. لكن كمية قليلة ما حتمنع، خصوصا لو كانت في وجبة أخدينها في أول النهار زي الغداء اللي بدري لما ناخد بيتزا إن شاء الله حنحرقه. طبعا العجينة في الأخير بيكون شكلها بهذا الشكل، بتنعمل دائرية لما بيخف وزنها لما نحطها في الفرن لأنه بتتسحب منها الموية. طيب إيش الأشياء اللي بنحطها في العجينة؟ مرة طبعا اختيارنا لنوعية الفيلينج اللي أو التعبئة اللي بتكون في البيتزا مرة كثير مهم، ممكن أنه يرفع قيمتها الغذائية بشكل عالي جدا ويخليها نوعا ما 60% تكون وجبة صحية. طبعا احنا محتاجين 50% من الاغذيه اللي بناخدها يوميا من مجموعه السعرات الحراريه حقتنا انها تكون من النشويات. فالبيتزا طريقه جميله اننا ناخذ فيها النشويات. طبعا انا احط الكميه حقت البيتزا، حنحط الصوص. الصوص بيتكون من الطماطم، طماطم طبيعيه مهروسه مع الزعتر الاخضر مع شويه ثوم وزيت الزيتون. هذه بتكون المكونات حقت الصوص. بالإضافة هنحط الجبنة، هذه مكونات أساسية طبعا، الصوص والجبنة من المكونات الأساسية اللي بنحطها في البيتزا.
إضافة المكونات الغذائية، كل ما أضفنا أنواع أكثر من الخضروات بتكون قيمتها الغذائية جدا عالية في التنوع، وبتكون غنية بمضادات الأكسدة وبالفيتامينات، ومن أهمها فيتامين سي. طبعا يفضل هو إذا كان الطفل يحب نشوف إيش هو الفواكه أو والخضروات، لأنه برضو ممكن إضافة الفواكه، كثير بيضيفوا الأناناس للبيتزا، تعتبر من الفواكه الجميلة إنها تضاف وترفع قيمتها الغذائية. الزيتون، والأشخاص اللي يحبوا طعم اللحوم، أفضل أنواع اللحوم اللي تضاف اللي هي الجمبري، من اللحوم اللي ممكن إننا نضيفها، غني بالأوميجا 3 ومفيد جدا للصحة وللذاكرة بالذات. مع تحيات دكتورة رويدة إدريس لصباح الرياضية. اهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقره. دائما يعني الدكتوره رويدة إدريس يعني تعطينا افكار جديده ومعلومات جديده وفوائد غذائيه جديده. اليوم ايش رايك مها في التجربه الجديده؟ انا حقيقي تعلمت انه انا ممكن من اي اكله، حتى لو كانت دسمه، انا ما حطيت صراحه في بالي ابدا انه ممكن البيتزا دي اوكي فيها السعرات الحراريه العاليه، لكن انا ممكن استخدمها بطريقه اقلل من السعرات الحراريه وكمان اضيف فائده يعني غذائية. صحية وغذائية للجسم. فممكن كل شيء يعني من تركيبات الأكل ممكن نضبطها حسب احتياجنا، حسب احتياج الصحة طبعا. يعني هذه من الحلول المبتكرة اللي اليوم شفناها. مشاهدينا الكرام، الفقرة القادمة سنتحدث فيها عن سن قوانين جديدة لتنظيم أو لمعاقبة يعني أو بالأصح يعني صح الوصف حقيقة تشريع في كيفية تعاطي المجتمع مع المواقع الإلكترونية المحجوبة. تتوقع محمد، يعني طبعا بعيدا عن رقابة الأهل وكثرة السوشيال ميديا، وأصبحت التقنية فيها الشيء المفيد والشيء مع الأسف يعني تحمل شقين، اللي هو الشق الإيجابي والشق السلبي، وكمان قلت كثير قد يكون يعني كثرة المراقبة الأهل في يعني في اندفاع الشباب مع الأسف والمراهقين في متابعة أو في استخدام التقنية. والشيء المجهول يعني من الأهالي أو البعيد عن الأهالي أنه في مع الأسف في مواقع سيئة بيفتحوها الأطفال بدون رقابة، ودي إشكالية. مزيدا من التفاصيل معنا باتصال الدكتورة ميسون الدخيل. ألو. أيوة معك. أهلا وسهلا دكتورة. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك. دكتورة، التقنية ما بين الإيجاب والسلب، يعني نبغى تعليقك على مع الأسف استخدام الأطفال وكمان المراهقين لفتح مواقع مع الأسف مخلة دون رقابة الأهل. نعم، هي الأطفال أصلاً عادة مش بيدخلوا، الصغار ما يدخلوا على المواقع المخلة بالقصد، وأن هم قاصدين يدخلوا أصلاً ما بيدخلوها. اللي حاصل إن هم يتم اختراق الألعاب اللي هم عم يلعبوها أو المواقع اللي هم عم يدخلوها، عم يتم اختراقها من قبل الأشخاص اللي هم زي ما نسميهم بريدترز، اللي هم يعني بتكون مجرمين. أوكي، يعني نعم دكتورة بتكون بدون عمد من الأطفال بفتح المواقع. لا. يعني هو اختراق. نعم. خارجي نعم جميل. هو بيدخلوا لهم على أساس تشات،
يا بيساعده في اللعبة، ينجحه في اللعبة، يخليه يفوز في اللعبة هو عم يلعب. بعدين بيسأله أنت طفشان أنت ما، أو بيخش له ببرنامج الشاتينج، خصوصا هذا اليالو الجديد اللي اليوم قريت عنه كمان، أنه بيدخل له بيقول له أنت طفشان أنت كذا، وبيكلمه على أساس هو بنفس السن، هو مش بنفس السن، هو بيكون رجل كبير في السن وبيجره، يعني او يا بيبعث له هدايا يا بيكلمه يا طب احنا نعم. عم نتكلم انه يتم الاختراق ثم نعم الى خارج البيت. دكتورة ميسون يعني لما نتكلم عن هذا الجانب وهذه العمليات اللي بتحصل، عمليات استدراج الاطفال او حتى احيانا بعض المراهقين يعني تكون عقلياتهم اقرب لعقليات الاطفال، هذه عمليات الاستدراج واليوم يعني العالم الالكتروني عالم كبير وواسع واخترق نعم. جميع البيوت نعم. وين دور الأسرة؟ وين دور المجتمع؟ هنا بقى الأسرة لازم تتحدث وتتكلم مع الطفل من أول ما بلش يستخدم الإلكترونيات. جميل. لازم ينبهوه أنه في ناس سيئين، لازم ينبهوه على أنه في ما في أشياء مو كل حاجة بتكلمها، ومو حدا بيقول لك فين ساكن فين بيتك، أنت زعلان أنت مدري، إذا أنت متضايق تجي تتكلمني أنا، إذا أنت المفروض يكون في حوار. ونفس الشيء في برامج الترشيح إحنا بنسميها اللي بتخش على النت وبتطلق وبتغلقها. المشكلة إنه إحنا قد برشحنا قد ما حاولنا نغلق هذه المواقع اللي بيحصل إنه هم بيطوروها، نرجع إحنا بنشتري أو بنجيب برامج ثانية متطورة. فإذا زي ما قلت حضرتك الأسرة مهمة جدا، والمعلم في المدرسة على أساس يعلموهم يدربوهم كيف بيسموها سيف نت، وكيف بيقدروا يبلغوا طبعا من الأرقام اللي موجودة حطتها وزارة الداخلية على أساس يبلغوا على بيسموه أبيوس، اللي هو انه واحد قال له سوى كذا، قال له اعمل كذا، البنت قال له كذا. في عندنا ارقام حطتها وزاره الداخليه نعم للتبليغ عن هذه المواقع. عاده يعني الاطفال عندهم شغف للتعرف واكتشاف الجديد، وعاده احنا الحديث عن هذه الموضوعات والثقافه الجنسيه موضوع حساس جدا يعني. نعم برؤيتك نعم هذه الشفافيه انه بيطلع كيف المنهجيه التربويه اللي تكون في التعاطي مع الأطفال لرفع وعيهم. نعم بيدخل في أوقات بيدخل غلط مو قصده، أو بيجر لأنه لا تنسى أنه بيقولوا له سبرايز أو هدية أو أي شيء. نعم. أو طبعا زي ما قلت المراهق بالفضول بيدخل، بس وحتى بعيد عن الاستدراج يعني كيف إحنا نفتح يعني جسور للحوار، أنه يكون الطفل عنده القدرة أن يتكلم مع أسرته في مثل هذه المواضيع. لا في كتب بتساعدك على فكرة. نعم. اللي هي كتب الأطفال حقت التحرش. جميل. اللي موجودة دحين في السوق تقدر تبتدي منها كخطوة أولى. مثل إيش هذه الكتب يا دكتورة؟ اللي هي جسدي لي وأشياء، الكتب اللي موجودة في نعم. أظن في المكتبات عندنا، وفي بالإنجليزي اللي هي you have the right to say no it's my body الكلمة. في كتب وعلى فكرة في مواقع اللي هي الأمان الأسري في دول أخرى. جميل. وإحنا بدأوا إن شاء الحمد لله يقوموا فيها، بس لسه ما كملت، على أساس إنه بتدخل تتحدث مع طفلك كيف تفتح معه الموضوع، كيف إذا غلط ودخل المواقع ما يحس بحرج، بالعكس تساعده على إنه معلش حصل إذا أيوه خلاص انتهينا تعرفت على هذا الشيء، إذا هذا خطأ خلينا نشوف كيف نقدر نحطه ورانا وكونتينيو نحمي نفسنا للقدام. طيب دكتورة قد يكون هذا أسلوب الأسرة الفطنة الكيسة اللي تستوعب وتعرف أسلوب الأساليب التربوية وتصلها بكل سهولة لأبنائها. طب ماذا عن الأسرة الثانية؟ هل نحتاج إلى طرق تثقيفية أخرى؟ نعم. وكيفية التعامل يعني كأهل هذا الوقت. دورنا بقى. yes. احنا مجالس الحي احنا تكلمنا في المحاضرة اللي انا عطيتها في النادي الادبي. تكلمنا على اساس الاخوات ما شاء الله عليهم في مجالس الحي تموا في الموضوع، قالوا كل مجلس حي يقوم بتوعية الامهات في الحي ده. جميل. ويتقل من حي لحي، فهمت علي؟ على اساس انه ننبه الامهات ونوضح لهم، لانه الام هي الاساس. كيف الام هي العمو. كيف التحكم في كيف التحكم في جهاز الطفل بحيث انه نحجب مثلا هذه المواقع عنه؟
ما حكيت حضرتك قلنا في برامج بتشتريها اللي هي من الامان، اللي هي الامان المعلوماتي، الامن المعلوماتي، برامج اللي هي حمايه. هذه اولا. شيء ثانيا، انت بتعملي قائمه بالمواقع السوداء والمواقع البيضاء وبتبلشي تحذفيها او تعملي لها انت من نفسك تعملي لها حجب على اجهزه ابنك. نعم. هذا الشيء الثالث. نعم تفضل. وكأنك تتكلمي أنه الحظر أو الحجب ما هو الحل، وكأنك تتكلمي أنه حنا مفروض نراهن على الوعي. لا أيوة. نعم. لأنه ما بكفي، لأنه أنت قد ما حجبت بيدخلوا. أنا تكلمت على الديب نت، وهنا ما أقدر أتكلم على الديب نت لأنه بده شرح طويل وبدي أورجيك أمثلة على الشاشة. فهذه خطورتها، أنه من فين عم يجيبوا المعلومات دي، ومن فين عم ينزلوها، وبعدين يجيبوها لعند شبابنا وينشروها وأطفالنا. طبعاً فإحنا حتى لو حطينا حجب حيأثر، ما حيأثر هالقد. إذا التوعية أنه ننبههم ونتكلم معهم ونرجيهم المخاطر. مين حننبه؟ نبتدي بالأسرة، بالأم، بالأب، عشان يبقى حملة كبيرة تكون على مستوى الأحياء. جميل. دكتورة ميسون يعطيك العافية. دكتورة ميسون طبعا حوار فعلا جميل وثري، والوقت حياخد مننا الكثير لو احنا فعلا اطلقنا الأمور كثيرة في هذا المجال. شكرا لدكتورة ميسون. معرفة كنترول، عندنا اتصال تاني. نطلع فاصل. أهلا فيكم مشاهدينا. أعتقد أنه فعلا الوصول للقمة هو شيء جدا رائع، والمفاجأة اليوم أنه عندنا طفلة لا قوة إلا بالله تتسلق الجبال، وطبعا بتدريب من والدها اللي هو الأستاذ فهد كنجي. هم معنا في الاستديو، أهلا وسهلا فيكم. متعة جميلة، وشيء الأجمل أن إحنا نجد فعلا طفلة لا قوة إلا بالله في عمر الزهور. بداية معها نبغى نسأل الأستاذ فهد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كيف كانت البداية؟ والله البداية هي ما شاء الله تبارك الله، من صغرها عندها هوايات، مغامرات، بستكشف بشوف من صغرها، يعني فيها الشيطان هذه يعني اللي كانت تغلبتنا شوية، يعني لازم تعرف عليها كنترول. فكانت من صغرها تقول لي تبغى أطلع قمة إيفرست. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعرف عشان كانت بتفرج دائما قنوات ناشونال جيوغرافي وكشف، كان مركز لنا على هذه الاشياء يعني. فقالت طلعتي شيء دوم. هل شافت احد عندكم في البيت وانت مثلا مهتم بهذا الجانب؟ انا الحمد لله عندي اهتمامات رياضيه كثير يعني. يعني كل سنه مثلا بسوي حاجات، يعني مثلا بدات معهم في اول شركه قبل هذه كان موضوع الخيل، ركوب الخيل وزي كذا، اتدربت انا عليها وصرت دخلتها هي واخواتها الاثنين كمان، واهتموا في الأشياء هذه يعني. جميل. طبعا أنا نفسي أسأل الحلوة الصغيرة دي، كيف كانت تجربتك حبيبي؟ كانت تجربة مرة حلوة، كانت تجربة مرة حلوة، وأكثر شيء حبيت فيها إن هي فيها كثير أشياء مغامرية، وكنت أحب أتسلق الجبال. حماس. إيوه. كيف جاتك الفكرة يعني؟ إيش اللي جاك كده في راسك واستوحالك إنك أنت لازم تعملي كده، وكمان يعني تعزمي على الخطوة؟ يعني هي تقول لك كانت وهي صغيره تتفرج على الافلام الوثائقيه وتاثرت يمكن بها. حكينا كيف كان احساسك وانت تشوف الافلام الوثائقيه وانت صغيره يعني؟ قول الصراحه ما شاء الله. طب ايش لي شغل لي التلفزيون؟ لما كنت صغيره كنت اشوف ناس
بيتسلقوا وكانوا بيتكلموا عن كيف مغامرتهم، وكنت مرة يعني كنت صغيرة يعني ما كنت أعرف هذه الأشياء. وبعدين رحت كلمت بابا نقدر أسوي هذه الأشياء، ما قال لي أنت مرة صغيرة لما تكبر شوية تقدر تسوي هذه الأشياء. لما كبرت سألته عاوز أروح أفرست، بعدين قالوا لي قال لي إنه لازم أول شيء تبدأ من كليمنجارو بعدين تطلع الأفرست كده، تروح الخمم البقية عشان تقدر تطلع أفرست. إنه مراحل. وكيف التجربة؟ كانت تجربة مرة حلوة ممتعة صح؟ مرة. أول تجربة، حكونا قصة أول تجربة. والله كانت صعبة في البداية، يعني تكلم أنت 6 أيام تتسلق الجبل، 5 أيام صعود، 2 أيام نزول، يومياً على أفريج 6 إلى 7 ساعات، توصل ل10 ساعات مشي تسلق الجبل. أكثر شيء واجهنا التعب أكسجين، نكسر أكسجين يعني. الله يكرمك، يعني أنك تربط الجزمة أعتبر هذا مجهود، مجهود كبير أنك تأخذ نفس. أنتوا مجموعة ولا لحالكم؟ نحن كنا مجموعة تقريبا، كنا 14 شخص. كلنا الحمد لله قدرنا نوصل، ما عدا اصغر شيء يمكن اصغر شيء يعني كان 12 سنة تعتبر اصغر واحدة كانت. طبعا قبلها السنة الماضية برضو في بنت ما شاء الله وصلت قبل كذا عمرها 13 سنة كانت ما شاء الله مشاعل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. كم الارتفاع اللي وصلتوا له؟ 5600. لا قوة الا بالله. انا بس بدي اتكلم عن يعني احساس الام والاب، كيف قدرت تخلي الصغيرة دي تطلع قمة الجبل والوالدة كمان أمها كيف؟ أمها يعني لازم قدامهم هي ولد متعملي ولسه تشجعها، برافو عليها، بس من دا حتنتحر يعني. معاها حق صراحة جدا صعب. أنا قاعدة أحط نفسي في نفس الموقف فبلقى نفسي إنه صعب يعني حياتي صغنطوطة كده وإني أنا أتركها تطلع وتتسلق جبال صعب، بس برافو عليها، برافو على بابا وبرافو كمان على ماما. طيب صعوبات، نعرف الصعوبات. تفضلي. ايش الصعوبات اللي واجهتك حبيبي؟ اكثر شيء الاكسجين، وان انا لما تروح الجبل مره يتعب عشان في مره احجار مره كثيره والجو مره بارد، وهذه اكثر شيء. حسيتي بخوف في لحظه قلت يا ريتني ما رحت؟ ايوه. متى؟ لما كنت تحت، لما لسه او كانت اول يوم مشينا 7 ساعات اوكي، والبقيه التيم يقول بس حنمشي 2 ساعة، قلت اوه يا 2 ساعة بس طلعت 7، كنت خايفه. جميل. طب كيف تم تدريبك؟ في تدريب مسبق؟ مرحله الاعداد كنا اسبوعين بنعمل هايكنج هنا، كنا جات قريه مرسال قريبه من المنطقه دي، ما شاء الله الطبيعه الجبليه حقتها قريبه منها، يعني صعود الصعوبات شويه بس ما هي مدات، تكلمت على ساعة ونص ساعتين كنا نعملها كل ويكند بنطلع، وغير كذا التمارين في النادي، ركز تمارين تعرف في كارديو القلب، قوية القلب، الأكسجين، هذه اللياقية ترتفع لياقية شوية، لأنه كلمة أنت 6-7 ساعات مشي. يا ريت لو عندنا صور نشوف صور لليان خلال التجربة حقتها كمان على الشاشة. طب نخليها شوية صور بس نبغى نشوف الأستاذ فهد، هل طبعا أنت سبقتها بالتجربة وحفزتها على كذا؟ يعني لك أنت تجربة كذا؟ تسلق هذا أول مرة بطلع معها. طلعت مع أيه. طب والله ممتاز ما شاء الله. قبل كده بعمل تعرف شباب ما شاء الله شباب عندنا سعوديين كثير موجودين يعني بيسووا رحلات مغامرات حتى في السعودية هنا موجودين، جبل إبراهيم، جبل يعني أماكن عندنا ما شاء الله حلوة يعني. طب التجربة سهلة إنه أي شخص ممكن يقوم فيها؟ والله شوفي أعتبر أي واحد يبغى يفكر يطلع جبل. أنا خوافة عشان كده بس. يطلع جبل أسهل جبل. يعتبر من القمم 7 على مستوى العالم. جميل. جاء قمة اسمه كليمنجارو في تنزانيا. جميل. لأن هي 7 قمم على مستوى كل قارة عندها أعلى قمة. جميل. في أفريقيا هذا يعتبر أعلى قمة. أسهل ليش؟ لأنه في مساعدات عندك. يعني بيساعدوك شوية، في ناس بيعاونوك في شيل الأشياء شوية، في معاونات يعني عكس الثانية يعني. جميل. بس فيها تعب. فيها ذهنيا وجسمانيا يعني جسمك يقول لي خلاص انه كفايه كده. ايوه. طب وليان كيف تشوفي انه سهل اي طفل ممكن يطلع؟ ممكن يطلع اي طفل؟ أيوة. مع انه انت جاتي فتره انك قلتي يا ريتني ما طلعت، او يعني في مرحله من المراحل تعبتي صح؟ ايوه. جميل. هذا سؤال لك اول شيء بعدين لليان. لكل عمل يعني هدف او رساله، ما هي مجرد مغامرة يعني أكيد يعني حس المغامرة والتجربة شيء جميل،
ايش رسالتكم؟ ايش الرساله اللي في بالك؟ يعني فهد يوم طلع مع ليان و هذه التجربه، ايش الرساله اللي تبغى توصلها يعني لنفسك ولليان وللمجتمع؟ انا عندي 3 بنات ما شاء الله، الله يحفظهم. فعندي 3 كلهم زي بعض، ما فيش فرق بينهم. ليان الكبيره؟ ايوه الكبيره ما شاء الله. فدائما بقول لكم ما فيش فرق بين بنت وولد وبنت، تقدر تسوي اللي تبغيه ما شاء الله في راسك، حسب تعليمنا يعني عندك قدراتك وطاقتك تقدر تسوي كل شيء، تقدر تعمل شخصيتك يعني. ودائما احاول اشغلهم في اشياء مفيده لهم، حلو عارف، في الزمن ده مو سهل يعني صراحه. العوائل اللي زي كذا والافكار دي جدا تحترم، انك انت فعلا تهيئ ابن بنتك على انها كانها ولد، يعني شيء جميل. طيب يا ليان خليك تكمل. يعني ما اعرف انت في شيء بتفكري فيه ثاني غير التسلق؟ اني اصير كاتبه. كاتبه؟ ايه. تكتبي ايه يعني؟ ايش حبيتي يكون ميولك في الكتابه، توجهك؟ احب اكتب قصص، واني اكتب اكثر شيء عن المغامرات والاشياء زي كذا، مغامرات. انت ملاحظه محمد انه كل يعني كل تفكيرها المغامره. جميل. لا ونفس السؤال اللي انا سالته الوالد الان، ايش الرساله اللي تبغى توصليها انت الحين؟ البنات اللي يشوفوك سواء اخواتك اقرب شيء لك، قريباتك، زميلاتك في المدرسه، اللي بيشوفوك الحين على التلفزيون، ايش الرساله اللي تبغى توصلي لهم هي من تجربتك؟ ايش تبغى تقولي لهم؟ اذا كان عندكم حلم وتبغوا تحققوه لازم انكم تشتغلوا وتسووا هذا، واي احد يقدر يسوي، لان يقدر يتسلق جبل. اذا كان عندكم حلم لازم اول شيء تشتغلوا عليه عشان تقدر تسلموا وتسوي اشياء. يمكن قاطعناك، هو ايش الرساله اللي نقدر نوصلها للمجتمع من تجربه ليان وتجربتك معها؟ يعني انت ما شاء الله يعني الملهم والداعم. انه لازم نركز على بناتنا واولادنا يعني. ابنائنا يعني نسمع لهم ايش يبغوا، ايش اهتماماتهم، ايش يحتاجوا. عارف دائما نجلس مع بعض، يعني اكثر نقول نحن اصحاب يعني. ما شاء الله. بس الصحوبيه بزياده صارت يعني. فلازم اذا ما سمعوا، ما احنا ما سمعنا لهم مين حيروح؟ نؤمن باحلامهم. اي طبعا يعني أكيد. الحلم الصغير هذا ما شاء الله تبارك الله اتحقق اليوم صار واقع، ونبغى نعرف كمان ايش تطلعاتكم في المستقبل، يعني ايش الاهداف الجديده ليان؟ هدفي اني اتسلق الست قمم الباقيه، وهذا هدفي، وهدفي الكبير اني اتسلق جبل ايفرست ان شاء الله. ما شاء الله عليك ما شاء الله. طب في عندك هوايات رياضيه غير التسلق؟ الفروسيه و ما شاء الله لعب كره السله اكثر شيء. تلعبي كره السله؟ طب الله يعينك، عاد بالك تعملي رياضه بتطويل وتطولي عشان تلعبي سله. و كتب ككتاب كتابه كتابه. يعني اليوم لو عندك قصة تبي تكتبي، ايش حتكتبي اول قصة في حياتك؟ عن الرحلة اللي سويتها. ما شاء الله ما شاء الله بدأت تكتب بدأت تكتبها يعني. ما شاء الله. ايش حتسميها؟ لا قوة الا بالله. ايش حيكون عنوان القصة واسمها؟ ولسه ما فكرتي؟ الا فكرت. ايش حيكون اسمها؟ رحلتي الكلمنجارو. ما شاء الله رحلتي؟ رائع، يعطيك الف عافية حبيبي. طيب انت بدورك تنصح الاباء والامهات يعني في حال زي كذا، اي يعني إذا كان الأبناء كان لهم هواية أو حلم، تنصح الآباء والأمهات بإيه؟ صح، من زي ما قلت لك يستمعوا ليهم، إيش اهتماماتهم؟ لازم يستمعوا ليهم، يجلسوا يعني يصاحبوهم يعني. إذا ما صاحبوهم حيصاحبوا حد ثاني. أكيد. يتجهوا لأشياء ثانية، فخلينا معهم نعرف إيش اهتماماتهم، نوجههم الشيء الصح، إيش الغلط، لازم يعرفوا هذا الشيء يعني. لما كانت ليان بتحلم وقالت لك حلمها وسمعت انت لها، كم كان عمرها؟ تقريبا كانت على 6-7 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله ممتاز ممتاز. لا قوة الا بالله، يعني في السن الصغير ذا وفعلا كم سنة يمكن. وهذه رسالة للآباء والأمهات انه اسمعوا لأبنائكم وآمنوا بأحلامهم. صحيح ما شاء الله بتتحقق. الحمد لله. طب عندك 3 بنات، في وحدة كده غير البنوتة الحلوة دي طلعت بنفس الأفكار ونفس في الوسطانية لانا ما شاء الله ما شاء الله عندها هواية الغوص وتبغى على قول دحين تقول لي اغوص مع الشارك مع سمكة القرش يعني. ما شاء الله. بس برضه خوف صح ولا لا؟ طبعا طبعا اكيد. طبعا خلاص ان شاء الله تصير يعني، ما هي صعبة يعني ان شاء الله لطالما في عزيمة اكيد. اكيد حتصير.
الصغيرة الثانية 6 سنوات لسه في عمرها طبعا تقلدهم دائما في اشيائهم يعني. جميل. طيب في صور لليان نبغى نشوفها لو ممكن نستعرضها ونشوف مغامرة، انا اعتبرها مغامرة يا ليان. مغامرة ليان. يعني هذه بعض اللقطات الان نستعرضها. طيب اليوم انت يا ليان يعني بديتي في مشوار التجارب والمغامرات، ان شاء الله توصل للاكبر. ايش الرسالة العملية يعني او العلمية اللي حتخدمي فيها البلد، بلدنا السعودية، كيف حتخدميها بانجازاتك؟ ايش خطتك كمان في الجانب يعني المهني مستقبليا؟ كيف يعني توظفي طموحك في مجال عملي تخدمي فيه البلد؟ فكرتي ولا لسه؟ ما شكلها ما فكرت. طب نستعرض الصور ونبغى تعليق الاستاذ فهد او ليان. هذه في المطار؟ هذه في المطار. هذه اول ما طلعت ولا؟ جميل. طيب وقفت الصورة على المطار. بالبداية أستاذ فهد، يعني اليوم يعني هذه الهوايات وهذه المغامرات وهذا النسم، كيف اليوم نحن نوظف هذه الطاقة كمان في يعني في المجال العلمي؟ فين تشوف ليان مثلا؟ يعني يمكن أنت بحكم قربك منك والله تشوف كثير. يعني هي بتحب من صغرها بتقول تكلم وبصير ساينتست وبصير عالمة. جميل. إن شاء الله. يعني تعرف ما شاء الله تبارك الله عندها هوايات، تستكشف تفكفك أشياء، أشياء صغيرة تشوف، مش عارف تخش عندها في الحديقة تطلع أشياء تحط داخلها في المجهر تشوف إيش هذه، كيف جات، كيف تعملت. ما شاء الله ما شاء الله عليها. يعني حكينا نقول إنه إحنا يعني هذه الهوايات وهذه المغامرات ما هي مجرد ترف، بالعكس هي تنمية طبعًا للطموح. طبعًا الإنسان لما يحقق هذه الهواية وهذه المغامرة هي دليل له عشان يحقق إنجازات علمية مستقبلا. أكيد طبعا هي يعني طبعا الهواية والرغبة في البداية بتكون نواة لأي خطوة مستقبلية، أعتقد بالذات لسن ليان شيء جدا رائع على قوة. يعني كانت من أحد المصادفات في الرحلة آخر يوم رحلة الصعود للقمة، هذه تكلمت 12 ساعة، 12 ساعة من الساعة 10 في الليل وصلنا القمة للساعة 12 الظهر. ما شاء الله متواصلة 12 ساعة ماشي. يعني في ناس انت هم طالعين بيناموا، انا في وصلت مرحلة توقعت ان ليه ما حد قدر تكمل، انه مرة صعب، انا نفسيا ما قدرت، استعبت يعني خلاص، يعني تبدا نفسيا عقليا ذهنيا كله خلاص وقف وقف، تعرف خلاص جسمك انتهى، يعني ما انت قادر تكمل. بس ان شاء الله الحمد لله قدرنا نوصل، وما شاء الله قدرت وصلت هي كمان. يعني ما شاء الله الصعود للقمة يعني قد يكون احساس مرة رائع. ما أعرف إيش كان شعوركم لحظتها رغم يعني رحلة التعب والمعاناة وال. هو مشكلة نكسر الأكسر أكسجين ما خلاك تصرخي ولا تقعدي، دوب وصلت هناك خلاص رميت على الأرض. بس أحيانا يكون الرمية الأرضي برضو راحة وتعبير رائع. طيب نرجع للصور تاني. هذه فين الصورة؟ هذه في مرحلة نفس في المشي يعني في البداية في بداية المشي الرحلة. هذا الجروب اللي معانا كلنا جميل. دقائق الاستراحات هدوب ما في، تكلمت راحة 5 دقائق 10 دقائق يعني. الصعود عن طريق السلالم؟ لا لا كيف؟ حجار حجار ماشي عادي، بس تعرفي كل ما له بيرتفع نحن يكون اكثر. ايوه ايوه انحدار اكثر يعني. سبحان الله طبيعه غريبه هناك يعني، شوفي اللي خلف هذا يقول جدار ثلجي. سبحان الله هذه في منطقه برضو سبحان الله السحب تحتك فوق السحاب. سبحان الله يعني هذه المشاهد يعني ممكن تمر فيها تهون عليكم الرحله. يوم يقول لك لما تشوف السحب تقول انا جيتك مشي. تستلهم فيها. اليوم يعني بعد هذه التجربه وفي تجارب كثيره كانت موجوده يعني لمتسلقين للجبال وكذا يعني، بس يعني الفئات العمريه ما شاء الله يمكن ليان لها السبق. يعني مثل هذه يعني التجارب هل هي مثلا تخلينا نفكر ان يكون في عندنا انديه لتنميه هوايه تسلق الجبال يعني والرياضات يعني المشابهه لها، انها تكون يعني زي مراكز اعداد وتاهيل؟ جميل. المفروض يعني والله في يعني الشباب اللي معانا يعني
في المجموعة الثانية. احنا كنا طلعنا مع مجموعة عربية الرحلات ومجموعة قمم يعني حق، هم عبارة عن شباب بيحبوا المغامرة، اجتمعوا مع بعض وعملوا زي ما نقول ايش جمعية مع بعض ومؤسسة مع بعض عشان يطلعوا الناس يعني عشان يقدر. بس يواجهوا أكثر شيء التكاليف. ليان حبيبتي أنت أعطتيني باور إني أتسلق، وأنت أستاذ أعطتني باور إني أنا أمنح أولادي الفرصة، وشكرا شكرا شكرا للحوار، وشكرا فعلا للدفعة دي اللي أنتوا فعلا دفعتونا ليها، يعطيكم ألف عافية. شكرا ما شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله، وننتظر نسمع أخبار إن شاء الله إنجازاتك إن شاء الله. واختك كمان الغواصة ان شاء الله نشوفها كلهم ان شاء الله. الله يطرح لك البركه يا رب. الجو الان في تحسن يا يعني نطلع نجرب. لا بس في شيء ثاني طبعا، احنا مرينا فتره صيف، وكان في عز الصيف كان في تزلج على الجليد، فشيء احنا ما عندنا لا احنا عندنا ودحين كمان حنطلع حتبت لك انا ونطلع تقرير حنطلع تقرير تزلج الثلج. محمد قوم امن بالموضوع. أخوكم خالد أحمد مباركي. سلطان أحمد مباركي. طبعا حبينا الهواية هذه وشفناها وحبينا نمارسها، منه هواية حلوة وتعبر عن فوسنا، ونتمنى الدعم من كل الجهات. يعني شبابية هي، وبدنا نتعلم يعني الأشياء هذه في صالة صغيرة زي كده، وبعدين تعلمنا وجينا هنا الحمد لله وصرنا مدربين، دعم من أهلنا ومن أصدقائنا وزي كده، والحمد لله مستمر عليها. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. معنا الآن فقرة يعني مميزة، رعاية والاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، سمة من سمات المجتمعات المتقدمة والمتحضرة، سمة إنسانية، سمة يعني حنا أولى فيها بحكم عقيدتنا وشيمنا وعاداتنا. اليوم عندنا تجربة مع المدرب زياد فرحان في تقديم يعني خدمات ترفيهية وعلاجية من خلال التزلج على الجليد. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ كابتن زياد. أهلا وسهلا فيك كابتن زياد. البداية كانت كيف في التزلج، أو بداية أنك أنت دربت ذوي الإعاقة؟
ليش اخترت ذوي الإعاقة؟ هي كانت البداية في 2009 كانت أنا والمخترع السعودي مشعل هرساني زميل لي، فكانت الكلمة أنه إيش رأيك نبدأ ندرب أطفال ذوي احتياجات خاصة؟ قلت له من أي نوع من أي فئة؟ قال لي مكفوفين. مرة صعب طبعا، كنت منبهر جدا، فقلت له ما عندي معنى المقترح. فاقترحنا برنامج لمدة أسبوعين للأطفال المكفوفين بالتعاون مع مدرسة حكومية أنه كيف نبدأ ندرب الأطفال. سوينا لهم برنامج اللي هو 4 حصص، كل أسبوع كانت حصتين. كان أول كلاس نحن كيف نعلم الأطفال أنهم هم إيش حيسووا، أنه إيش نحسسهم السكيت الله يكرمكم، ونمشيهم بيه على الربر اللي هو بر الآيس كيت، يعني بر التزلج. في بعض الأطفال ما شاء الله تبارك الله تفاجأنا أنهم مرة كويسين، قدروا يستجيبوا من أول حصة وقدروا يعني بدأوا يمشوا. طبعا كان نهاية البرنامج أنه كان فيه اختراع سوينا منه سامبل بسيط. كان اختراع مشترك بينك وبين مشعل؟ لا هو مشعل كان، مشعل كان اختراع. الحين بدنا ننوه، مشعل هرساني من الشباب يعني المميزين والرائعين والمبتكرين السعوديين جداً. وهو شخص يعني ودنا بصراحة ننصفه، ما هو موجود، من الأشخاص الملهمين في المبادرات التطوعية وفي جميل. الاختراعات المجتمعية اللي تخدم الإنسان بصراحة. تحية المشعل يعني، كان معنا تفضل. صباح الخير عليه. فكان نهاية البرنامج أنه كان في اختراع بسيط عبارة عن حزام فيه حساس، إذا قرب يلبس الطفل في وسطه، إذا قرب من السور بيدي صوت، وإذا قرب من طفل آخر أو حزام آخر داخل الصالة يكون موجود في نفس السكيت. لا في نفس في وسط الطفل. في وسط الطفل بيك كسفتي يعني الحزام زي السفتي بالضبط. بدي تنبيهات معينه بحيث انه بيتزلج ينتبه من الاصوات، عشان الاصوات هي اللي بتنبه اكثر شيء. بس بالقرب من السور ولا حتى بين الاطفال؟ بين الاطفال. جميل. يعني حساس بيحس الاجسام القريبه منه، فبدي يبتعد عنها وينتبه ويهدي من مشيه. فكان جدا جدا طريقه جميله، قدرنا بعدها ان احنا نستمر ندرب اطفال المكفوفين لفتره معينه. بعدين طبعا انا تخرجت من الجامعه وسبت التدريب في المكان اللي كنت بشتغل فيه. بعدها بديت بسوي كورسات صيفيه لجمعيات. جميل. في نفس الموضوع يا نفس كابتن؟ الموضوع جميل. ايوه في نفس الموضوع، كانت اعمال تطوعيه، فكان كلها مكفوفين مكفوفين مكفوفين، الين مرت انه دربت طفل مكفوف كلي عنده فرط حركه وعنده توحد. صراحة صعب التعامل يعني بين الثلاثة الإعاقات دي. كيف قدرت تتعامل معه؟ فعلاً كيف قدرت تتعامل معه؟ حقيقة قدرت تتعامل معه بالصبر. هذه كانت أول. لأنه عندك الرغبة والدافع. أول وسيلة إنه أنا. تكون صبور. أكون صبور عليه. ثاني وسيلة اللي كنت بتعامل معه بطريقة إنه أنا أحبك ولا تخاف مني، وأنا ما أنت شايفني بس أنا حاسس بيك، وأنا أسمع صوتي طول الوقت. أساس إنه هو ما يرتبك ويخاف، يحس في أحد جنبه. ويحس بالثقة، لأنه هذه طبعاً التزلج شيء مو سهل، يمكن خطوة أخيرة إنه يكون متعلم، لكن في أشياء أعتقد قبلها الوقوف على الثلج هذا شيء مو سهل. هو أصلاً بيعلم التوازن، يعني هو الوقوف على الثلج يعرف إن الطفل عنده توازن أو بيتعلم التوازن. جميل. فكانت هذه التجربة هي اللي فتحت لي باب إنه أنا أبدأ أدرب أطفال التوحد، بحيث إن أنا أعدل سلوكهم بهذا الرياضة. كيف يعني مفهوم تعديل السلوك بالرياضة؟ كيف لقيت الأثر؟ صحيح إنه الرياضة وال يعني أي ممارسة لأي هواية تبدأ تهذب النفس وتهدي يعني الأعصاب، بالذات اللي عندهم حالات مثل التوحد. نطلع شوية عن موضوع الاحتياجات الخاصة، لما أنت تشوف قدامك إنسان طبيعي زايد وزن، فجأة يقول لك تجي له بعد أسبوعين ثلاثة يقول له ما شاء الله نزلت 2 كيلو. ايش حيصير فيه؟ اكيد حينبسط. أيوة. ايوه حيصير فيه تغيير نفسيا اصلا. صحيح. في الرياضه اللي انا بستخدمها في ذوي الاحتياجات الخاصه. جميل. كيف بعدل سلوكهم؟ بخليهم اول شيء يفرغوا طاقاتهم، هذه اول يعني اول وسيله بستخدمها انه في الرياضه هذه، انهم يفرغوا طاقاتهم. جميل. ما شاء الله بيكونوا عندهم جدا حركه زايده اللي هم يسموهم فرط حركه. فدائما التوحد غالبا نوعا ما بيرافق في هذا فعلا يكون معاه فرط الحركه، فبخليهم بيفرغوا طاقاتهم. ثاني حاجه بعلمهم التوازن، والتوازن جدا مهم لكل طفل. ثالث شيء اللي بعلمهم هو طريقه الحركات، حركات الاصابع، في حركات صغرى وحركات كبرى. في بعض الاطفال يعانوا انهم هم يحركوا كل يدهم، مثلا يحرك اصبعين الثلاثه الباقيين ما يحركوا،
فأنا بدربهم إنهم هم يشيلوا أشياء من الأرض ويحطوها بحيث إنهم هم برضو هذا من ضمن التدريب التزلجي فأنا بحاول أعدل هذه الأشياء اللي هي الحركات الصغرى والكبرى بحيث إنها هي تزيد من تركيزه يقدر يستخدمها برا التزلج مو بس في التزلج ومنها تطوير للذات للطفل. الشيء ممكن الرابع واختصر ليكم اللي هو الوزن. أنا حاول إنه برضو كمان أشتغل على الوزن اللي كان وزن الطفل زايد حاول إنه أقلله بهذا الرياضة إنه فيها مجهود وفيها حركة وفيها حرق سعرات حرارية جدا عالية. هذا اللي نعرفه كابتن إنه التزلج فعلا بتحرق سعرات حرارية من البادي كامل فبعطيك نتيجة سريعة يا محمد. صحيح. فشيء جميل. والأهم يعني من يعني مثل ما تفضلت إنه هذه الأربع الأشياء اللي بيستفيد منها المتدرب من الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم هي معاها كمان هي بتتفرغ الطاقات السلبية. احيانا في سوء تعامل مننا يعني بالذات مع الاطفال بسبب جهلنا عدم وعينا بكيفيه التعامل معهم فهي بتساعدهم على انهم يتحرروا من هذا الناحيه. ايش الخطوه المقبله؟ يعني هذا الجانب ايش يحتاج من دعم عشان تكون تجربتك هذه بشكل اوسع في نطاق اوسع؟ يعني نسبه الاعاقه عندنا حوالي 6 الى 7% اتوقع على المستوى العالم يعني في كل 6 أو 7% اللي عندنا هذول في المجتمع كيف نخدمهم وكيف نطور لهم يعني زي هذه الخدمة اللي أنت بتقدمها لهم؟ أول حاجة أنا أوجه لأي شاب أو أي شابة عندهم هوايات جميل. لو يعتبروها أنها هي جدا عادية بالنسبة ليهم لو يفرغوها شوية لهذول الأطفال يعطوا نفسهم ساعة في الأسبوع حيكتشفوا أنه الأطفال عندهم مواهب جدا عالية ممكن يستفيدوا منها وممكن هم يصيروا ناس مهمين ومنتجين في المجتمع. فهذه أول نصيحة لهم. ثاني نصيحة أنا أوجهها للمجتمع ككل من الناس والأهالي إنهم هم يوعوا أطفالهم الطبيعيين إنه في أطفال توحد هدول الناس ما هم مريضين هدول عندهم اضطراب زي لما أنت تكون جيعان زي لما أنت تكون معصب بس اضطراب في السلوك فقط لا غير وليس هو مرض كما منتشر في المجتمع إنه شوف طفل يقول أوه هذا مريض توحد وهذه كلمة جدا غلط لازم الناس تتوعى عليها إن هي اضطراب توحد وليس مريض توحد. طب الاضطراب السلوكي في التوحد أو في بعض ذوي الاحتياجات الخاصة بعد التدريب وكمان هدر الطاقة أو هل إنه يكون في تهذيب يعني بعد ما يكون إنه هو أوكي في التزلج تحس إنه في فرق قبل وبعد؟ طبعا كل طفل اذا اختلفت عنده نقاط القوه بتزيد قابليته انه هو يستقبل المعلومات من الشخص اللي قدامه. انا اكثر شيء بركز عليه هو كمان التركيز كيف اخلي الطفل يركز وهو بيلعب. التركيز هذا بيخليه من جوانب اخرى لما يتقابل مع اخصائي تخاطب اخصائي تعديل سلوك بطريقه ثانيه يحفز وياخذ منه المعلومات واستيعابه يصير جدا عالي. فهذه الطريقة الحمد لله يعني مع الجمعية السعودية للتوحد جدا وصلنا إن نحن نثبت هذه الأشياء إنه هذه الأشياء جدا فعالة وأطفال عندهم في المركز الحمد لله تعدلت سلوكياتهم وتعدل التركيز عندهم بنسبة جدا عالية. شو يعني توي كنت بسألك هل في جهات اختصاص بتدعمكم فذكرت الجمعية لا؟ الجمعية السعودية للتوحد جدا معانا بتساعدنا. هل كانوا يدعموك بمشرفين بأخصائيين فترة التدريب؟ أنا معايا قلبا وقالبا الأستاذ سهى السعدي دائما بتشاركني جميعا مديرة المركز. جميل. بتتواصل معايا تقريبا يوميا عم تسبق يعني أيام التدريب تتواصل معايا إيش صار معك بالشمال. نوع الدعم يا كابتن؟ هذا يعني لما أحد بيسألك أنت إيش سويت اليوم هذا حال دعم. جدا انه في ناس كثير جدا عندها لما يكون احد اللاوعي انه هذه الرياضه جدا مفيده للاطفال. طيب برضو ما جاوبتني. الدعم هو فعلا شيء جميل انه احد يتابع هدف حد ذاته دعم لكن دعم الجهه دي تحديدا او اي جهه يعني ما في غير هذه الجهه ولا هناك جهات اخرى؟ في جهات اخرى جهات خاصه. طيب الجهات الخاصه هذه ايش نوع دعمها؟ هذا دعمها بالمكان معطينا المكان ندرب فيه واستخدمه ودخل الاطفال ولعبهم بكل معقين المكان كله مو بس الايس سكيتنج حتى الملاهي تبعهم بيلعبوا فيها. طيب في معايير اكيد مختلفه او كل شخص او كل ذوي احتياجات خاصه في عنده مشكله انه صعب انك انت تتعامل معه، هل هناك معايير مبدئيه لاختيارك للطفل او انت بتختار كذا اي طفل
مهم عندك جدا انه يتدرب ويتعلم وترتقي بسلوكه. طيب طبعا ما في طفل توحد يشابه طفل اخر، اكيد في اختلاف، اكيد جميع الاطفال جدا مختلفين عن بعض. طبعا اكثر شيء بركز عليه انه هو يكون حالته الجسمانيه كويسه، يعني ما يعاني من هشاش عظام، ما يكون عنده لين عظام، الاشياء هذه اللي تاثر عليه انه جسمانيا عظاميا، يعني يكون تاثر على اصابات وشيء. يا سلام عليك، انه ما تقرب للاصابات ويكون بعيد عن هذه الاشياء. غير كده ان شاء الله باذن الله انه هو يقدر يتدرب. يعني متابعة ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئة دي متابعتها جدا صعب، وإنك أنت تكون معها بشكل مستمر، وأكيد أنتوا بتكونوا معها بشكل مستمر، بس بتهيأ لي أنكم أنتوا بتضاعف الجهود عشان تكونوا معهم. هي مضاعفة بس حقيقة بتكون أكثر على الأهالي، يعني الأهالي بيتعبوا أكثر. أنا بدربهم، بشوف مثلا الطفل ساعتين في الأسبوع أو ساعة في الأسبوع، بس بعد كده حقيقة بتركز الشغل كله على الأهالي وعلى المركز اللي بيتعامل مع الطفل. أو إلى أي حد يتعاون الأهالي؟ جدا ممتاز بيتعاونوا جدا، وبيحس إنه في يعني في قابلية، فهم مصرين إنه ولدهم يتعلموا. في عندي أبهات وأمهات مستعدين إنه أولادهم يدخلوا أولمبياد. جميل ما شاء الله. وأنت تعاملت يمكن مع الشريحة الواعية اللي استجابت، لكن ما زالت في شرائح من الأسر تحتاج لمزيد من الوعي والإدراك عشان يعني يخرجوا مواهب أطفالهم. يعني بس يخرجوهم من للمواهب، يعني يخلوهم كمان يقابلوا المجتمع. لا أعرف أهالي بيحبس أولادهم ما يخرجوهم للأسف. هذه معضلة مشكلة. يعني نسبة ما هي قريبة. سؤالك أداني كده سؤال صراحة في دماغي. إنه ساهمتم في تثقيف أهمية رياضة التزلج بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة إن هي بتعمل تهذيب سلوكي للطفل؟ أنا ساهمت من نفسي، الحمد لله قاعد بجتهد، بتكلم في سناب شات، بتكلم في تويتر، بقول بحط بوستات كده إنه هذه الرياضة مفيدة، انتبهوا أولادكم من السمنة، يعني بحاول بوعي قد ما أقدر. جميل. وإن شاء الله إنه وجدت نتيجة مثلا في عدد معين، إنه في تزايد في الأعداد إقبال مثلا؟ أيوه في، الحمد لله. بيجوا أطفال كثير بيتدربوا، بس إنه يعني في ناس بيجوني مثلا بيدربوا أطفالهم بقول لهم روحوا لشيء أهم، يعني أنا الرياضة هي مفيدة بس في شيء أفيد على قولتهم من الرياضة مثلا، لأن النفع يكون أكثر متعدد. يعني نعم، أو هو الطفل ممكن يحتاج هذا الشيء قبل ما يحتاج التزلج. احنا كان ودنا يكون معنا صور لهذه التجربة يعني عشان المشاهدين يشوفوها تكون أوضح وأقرب. طبعاً. لكن جاء في بالي موضوع الدمج، يعني من خلال تجربتك في التدريب ونزول يعني الأطفال هذول من أصحاب الإعاقة، هل اندمجوا مع أطفال غيرهم؟ هل تحققت فكرة الدمج؟ قصدك في اللعبة يا محمد؟ إيه في اللعبة، إنهم اندمجوا مع الأطفال، صاروا خلاص مثلهم، يعني ما عاد هم شريحة منفصلة عن المجتمع. بيلعبوا الحمد لله. يعني ما مندمجين أوريدي، يعني أنا دائما بجيب الأطفال، بس في بعض الأطفال معينين بحاول في البداية بكون جدا مركز إنه ما يكون في أحد معاهم عشان عندهم تشتيت انتباه. فبيطالعوا يمين ويسار مرة كثير من غير أي طفل حوالينهم، فبايك لما يكون أحد معه في الصالة. بس بعض الأطفال ما شاء الله تبارك الله ما عندهم أي مشكلة من هذا النوع، بيندمجوا وبيلعبوا، بيكون جدا أحيانا بيتشتت تركيزهم، بس بحاول أركز أكثر أنا في بايك. الحوادث الأكثر وقوع يعني يقع فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، الحوادث حوادث داخل الصالة؟ يس أكيد يعني في حوادث، إحنا عارفين الحمد لله. ما شاء الله ممتاز. هذا دليل يا محمد انه في تدريب عالي. انا ما ابغى يعني في الحصه احنا ما نبغى نخوف المشاهد، هو ما نخوف ابدا، لازم يعرفوا ان انا اي طفل بجيبه بكون معاه مركز الساعه كامله لحاله، ما بجيب اي طفل ثاني في وقت نفس الوقت، يعني جدا كل طفل بدربه بساعه معينه. عارف لاني انا اعرف الشوز اللي بيمشوا عليها عباره عن سكاكين تخترق سكاكين سكينه ولا حاجه، يعني شيء حاد صح؟ سكيت نفسه. معلش فهمنا، اشرح لنا السكيت حق هي شيء حاد وسكاكين بعدك بالبطن. ايوه اوكي اكيد، بس تخترق الثلج عشان يستطيع الوقوف على الثلج صح؟ أيوة. ولا لا؟ هي حاده زي هي عباره عن حديده فيها سمك، يعني عرض تقريبا يعني 2 سنتي 2 سنتي ونص، انه اربع عشان يقدر يوقف. حادة ارجوكم. نوعا ما يعني مو مره، بس انه طبعا هي خطيره. ايوه اكيد يعني خطيره، بس انه بالنسبه لاطفال التوحد
ارجع واقول انا ما اخلي اي طفل يتدرب لحاله، لازم انا اكون معاه وما ادخل اكثر من طفل في كلاس واحد. اوكي طيب يعني في طب سوري تفضل يا محمد انا اسف. لا عشان اخذتهم. اوكي في شوز معين خاص بذوي الاحتياجات الخاصه ولا كلها يعني ما في يعتبر سيفتي بالنسبه لهم؟ طيب طموحات مستقبليه ان شاء الله باذن الله. انا الان مدرب متعاون باذن الله، ان شاء الله في القريب العاجل حكون مدرب معتمد دوليا لذوي الاحتياجات الخاصه في تعديل السلوك برياضه الايس سكيت. خلاص شوفوا لنا حل السكاكين دي يا كابتن. بدل مصطلح السكاكين تدخلك كابتن زياد الفرحان، تجربة رائعة ومفهوم تعديل السلوك بالرياضة لكل فئات المجتمع هو مفهوم راقي، ورعاية هذه الفئة من المجتمع هذا سمو وعمل جميل يعني يحسب لك ولكل من دعمك وكل من ساعد فيك. شكرا جزيلا لك. عفوا لك. التوفيق. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونبدأ فقرة الرياضة، ابقوا معنا. أهلا فيكم مشاهدينا، عدنا مجددا وفي آخر فقرة في برنامجنا وهي معشوقة الجماهير كرة القدم ومنتخبنا، ومعانا الإعلامي في الاستديو الأستاذ محمد النمري. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يشرف التواجد في قناة الوطن القناة الرياضية، سعدت حقيقي بالتواجد وحيك وحي الأستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. طبعا إحنا خلينا نوجه محاورنا وفق الشارع الجماهيري أو الجمهور الرياضي، أكثر شيء يفكر فيه أو شاغل الجمهور الرياضي والله الآن عشان نشبع رغبتهم صحيح حديث الساعة يعني الساعة. تعرف الآن الفترة يعني في أكثر من موضوع وأكثر من جانب نتحدث عنه فيها. بدأنا بموضوع لجنة التوثيق البطولات وما تبعها، بعدين دخلنا في موضوع الانتخابات وانتخابات رئاسة اتحاد القدم. جميل. والآن أعتقد والجولة الخصخصة والجولة الأخيرة من الدوري كان فيها تنقلات كثيرة، جولتين الأخيرة ما بين المتصدر، يعني كل جولة متصدر صحيح. جديد وضغوطات جماهيرية بين الأندية بشكل مو طبيعي. صحيح. يعني لجنة التوثيق ما ودنا نتكلم فيها، جدل جدل وما له نهاية. يعني ما له نهاية. أبدا ما له نهاية. طب نتكلم طيب في قوائم المرشحين. قوائم المرشحين قوائم المرشحين لاتحاد القدم هي في تقريبا قبل ممكن أسبوعين كانت تتجه لسلمان المالك وعادل عزت، بعدين صار أمور أخرى في الطعن وما الطعن وكذا، بين يعني في أمور أخرى دخل فيها جانب منحنى آخر يعني ما نحن نتحدث فيه كثير. لكن الآن المرشحين صاروا أربع مرشحين، سلمان المالك وعادل عزت وأستاذ أبو عظمة نجيب أبو عظمة والأستاذ خالد المعمر. خالد المعمر يعني. تقريبا يعني الآن صار في توازن، صعب أن الواحد يقول سلمان المالك عادل عزت أي واحد منهم ما يقدر يحدد، لكن الأقرب أنا في نظري أنه سلمان المالك وعادل عزت لهم النصيب الأكبر في أنه يكون ليش؟ واحد منهم الأفضل، لأنه بحكم أنه في الفترة السابقة انحصر
نوعا ما انحصر المنافسة بينهم انحصرت كثير. لكن يعني تقصد أن وجودهم الإعلامي والأضواء تسلطت عليهم؟ صحيح وجودهم الإعلامي الأضواء يعني بحكم أنه اختفاء فترة من معين اختفوا الأربع الباقين. طب خالد المعمر كان منافس في الدورة اللي قبلها يعني؟ يعني ممكن هذا الدائم للأستاذ خالد المعمر أنه كان أحد المنافسين في السابق، لكن يعني توقعات ما في البداية الانتخابات لم تكن زي ما توقع الشارع الرياضي أنه يكون خالد المعمر يعني بحكم أنه مرشح سابق يكون له الفضل ويكون له السبق في أنه يخرج بالترشح، لكن تفاجأ أنه سلمان مالك متقدم، عادل عز تقدم فترة يعني كان ظهوره من الإعلامي أكبر حقيقة. جميل. طب ماذا عن الخصخصة وجديدها؟ والله موضوع الخصخصة الآن يعني يحتاج أنه نتحدث فيه بشكل واسع وشكل طويل. جميل. يعني الأندية الآن تعاني من ديون زي ما نعرف، تعاني من أمور أخرى يعني أمور مشاكل كثيرة داخل الأندية. يعني الأندية ممكن تكون جاهزة للخصخصة في حالة استقرار النادي. جميل. الآن أتوقع أنه بعض الأندية كالهلال الأهلي عندهم نوع من الاستقرار، فإن يكون الشباب أقرب للخصخصة أكثر من كون النصر والاتحاد عندهم مشاكل مالية. الأندية المتوسطة ما نقول عن الأندية الصغيرة، الأندية المتوسطة ممكن يكون لها الخصخصة بشكل تدريجي، يعني الشركات أو المؤسسات أو اللي حيدخل في الاستثمار هذا ما حيشوف نادي إلا له عائد وله جماهير وله عوائد مالية لنظرة استثمارية بحتة. نعم. يعني بياخذوا النادي وفق معايير معينة. نعم وفق معايير معينة، يعني بإمكانك أن تأخذ النادي الأهلي أو النادي الهلال كاستثمار. أوكي. في أي مجال حيكون له يعني حيكون له رواج، حيكون له دعايات، حيكون له أمور أخرى تدخل في إيش جدولة وأمور أخرى للمستثمر. طيب القاعدة الجماهيرية والديون كفتين متناقضتين، كيف الشركة تختار؟ كيف حيكون يعني تأثيرها على المشترين أو على المؤسسين؟ وهل هي حتختار السوق التجارية الجديدة يعني زي مثلا على سبيل المثال نادي الاتحاد؟ صحيح. قاعدة الجماهيرية عنده جدا عالية. صحيح. وعنده ديون. الشركات الكبرى في الحالة دي حتختار النادي أو يعتبر الديون عائق؟ أو تأثر على التقييم ممكن؟ صح وممكن يكون يعني صحيح. يعني نادي الاتحاد حقيقة دخل في دوامة من 10 سنوات يعني ما لها فصول واضحة يعني في موضوع الديون. يعني ما بدنا نركز على نادي أنا عارف كمعيار. نعم. كمعيار أنا أفهم عليك إنه كمعيار أخذنا نادي الاتحاد، لكن نادي الاتحاد قد تأتي شركة لديها أفكار لأنه بحكم الطبقة الجماهيرية تتجاوز موضوع الديون. جميل. يعني يكون لها نظرة استثمارية أوسع. أبدا صحيح. أبدا ما هو مسألة أنه يكون في ديون تكون عائق نهائيا، لأنه ممكن أن الديون تنتهي، ممكن يكون الشركة اللي حتستثمر تكون شركة كبيرة، ممكن والديون بالنسبة للشركات يعني 300 مليون 200 مليون 100 مليون شيء قليل بالنسبة للشركات. إذا كان بيستثمر حوالي المليار يعني صحيح يعني هو حيدفع قيمة مليار مليار ونصف مليارين بعض الأندية وصلت الآن، إذا كان حيدفع هذه القيمة حتأثر عليه 100 مليون صحيح. ديون أو 150 مليون. طيب فكرة أنه يجي لاعب رمز أو لاعب مشهور مثلا أنه يمثل تكتل للتجار أو تكتل تجاري في يعني صحيح. بصراحة تجربة يعني مثلا يعني اللي يطرح عن تجربة الكابتن ماجد عبدالله. صحيح ماجد عبدالله في أسطورة ورمز كبير. هو موضوع دعائي أكثر من كونه إيش يعني أكثر من كونه استثمار. يعني في بداية الاستثمار من تدخل باسم لاعب كبير زي أسطورة السعودية ماجد عبدالله في شراء نادي يعني جميل. أمر كبير جدا بحكم جماهيرية اللاعب نفسه. صحيح. نترك جماهيرية الأندية، في لاعبين في السعودية لهم جماهيرية ما بين كل الأندية. صحيح. أنا من الناس اللي أحب ماجد عبدالله. صحيح. ممكن ما أكون ميولي نصراوية يعني ماجد كسر حاجز الميول. صحيح كسر حاجز الميول. سامي الجابر محمد الشلهوب كمثال تيسير الجاسم من اللعيبة الأساطير. نعم. في الكرة السعودية يعني الدعاية دائما تقود الاستثمار. نعم بكل في أكثر أمور الاستثمار يعني إذا كان الرجل هيستثمر نفترض مثلا بعشرة مليون يجب أن يحط أقل شيء 6-7 مليون في الدعاية. صحيح. لأنه الباقي حينجح أكيد. صحيح. طبعا يعني هذا موضوع مفروغ منه. طيب من الدعاية أساس النجاح. تجربة أنه وجود لاعب رمز يقود تكتل تجاري فكرة جدا يعني هل هذه تعطي ثقة؟ جدا متميزة. نعم. نعم. هذه تعطي فصول أخرى في الاستثمار، تعطي أمور إيجابية لل بعض الناس يقول لك لا هذا يعني هم استغلوا اسم الشخصية المعروفة واللي يتعاطف الكل معها، ويمكن ما يكون عندهم القدرة
الإدارية والاستثمارية على خدمة النادي؟ لا يكون استغلال اسم. نحن نشاهد الآن في قطر، هذه فرضية تطرح يعني. نعم أنا عارف أنها فرضية. نشاهد في قطر الآن يتم بلعيبة العالم، يتم بمنتخبات العالم يلعبون فيش في دولة قطر، إيش إعلان ودعاية لكأس العالم 2022 اللي حتقام في دولة قطر الشقيقة، دعاية للأمور الأخرى، للأمور الرياضية داخل مدنهم. فهي موضوع وجود جانب دعائي في أي مجال استثمار، هذا أبدا يعطي إيجابية للموضوع ويعطي نجاح أكبر. جميل. طيب ما هي الفرق اللي ممكن بكل سهولة يعني تنال أو تنال اختيار الشركات الكبرى؟ يعني نقدر نصنفها مثلا أنه فرق يعني يعني في مثلا توب فايف توب فور مثلا من الأندية هذه اللي هي يعني أجدى استثماريا مثلا، وفي فرق متوسطة متدنية. صحيح ممكن يعني النادي الأهلي ونادي الهلال يعني هم الأقرب، نادي الشباب، وممكن بعض الأندية المتوسطة اللي هي تعاون بحكم أنه يعني ديونه قليلة يعني، وبحكم أنه التعاون في الفترة الأخيرة صار يدخل في موضوع أنه منافسة، حتى لو كانت منافسة بعيدة لكن برضو إيش بدأ يوصل تقريبا زي الاتفاق، يعني يكون مرة ينافس ومرة يتراجع قليل ومرة ينافس، فهو ليس خارج دائرة المنافسة في المنافسات السابقة. جميل جدا. طيب لو رجعنا نبقى في نفس الدائرة شوية يعني يعني هذا التصنيف، يعني أنت الآن ذكرت مثلا التعاون، التعاون يعني من أندية من الأندية الواعدة والقوية والمؤثرة، لكن يعني مستواه الجماهيري ممكن يعني على مستوى المملكة مثلا ما يكون بيعطيها جدوى استثمارية. هل فكرة التصنيف أنه في تصنيف للأندية مثلا تصنيف اقتصادي صحيح؟ صحيح. يعني طبعا ما نقلل من جماهيرية التعاون، التعاون يعني في المنطقة يعني تقسيم جماهيرية كبيرة. نأخذ على سبيل المثال، وحتى بدأ يكون لهم جمهور يعني صحيح يعني على سبيل المثال نادي الشباب يعني جماهيريته تقريبا موازية لنادي التعاون، لكن نادي الشباب بحكم البطولات وبحكم تاريخه يعني يفرق عن نادي التعاون في صحيح. في ميزة أكبر هنا، لكن مسألة الجماهيرية هنا يحكمها إيش هيقدم التعاون في المستقبل، إيش اللي ممكن يقدمه الجماهيرية. على قول النتائج هي تأتي تسحب الجماهير، والجماهير تبع دائما للنتائج الكبيرة. في الدول أوروبا يعني النادي الجديد اللي يكون نتائجه هي اللي تحكم وجود الجماهير، لكن وجود نادي في متوسط الترتيب دائما أبدا لا ما حيكون له جماهير إلا من أبناء المنطقة. إذن أصبح يعني هذا اللي متداول. الجمهور هو أول معيار يبدو لي يا محمد لاختيار الشركات. صحيح. جماهيرية النادي جماهيرية يعني في نظري النادي مهم جدا. في نظري الجماهيرية هي اللي تحكم في أولا، ثانيا يحكم أمور أخرى زي الديون، مشاكل النادي، جاهزية الفرق، أنواع الألعاب الموجودة داخل النادي اللي ممكن تنافس فيها. طيب إذا ماذا عن المصير الفرق الصغرى أو الصغيرة في حال عدم اختيارها؟ إيه أنا قلت أنه في حال خصخصة الأندية الصغيرة تحتاج إلى نتائج كبيرة، تحتاج إلى حصد بطولات، حصد إنجازات لاستقطاب الجماهير. مسألة وجود أنه طب كيف التعاطي في هذه يعني؟ التعاطي حتكون القيمة موازنة ليش؟ لموضوع أنه جماهيرية قليلة، يعني ممكن يكون النادي الجماهيري يتجاوز حاجز المليارين، لكن النادي الصغير ممكن يكون قيمة أقل بحكم أنه إيش؟ نادي أقل في موضوع الجماهير وموضوع المنافسة. طيب تتوقع الخصخصة حتكون لخمسة أندية اللي هي الاتحاد والأهلي والهلال والنصر والشباب؟ لا لا أتوقع أنه تنحصر بين الأندية هذه، ممكن يأتي رجل وتأتي شركة لديها طموح آخر، يعني ممكن توجهات الشركات لها توجهات أخرى، ممكن يأتي نادي صغير غدا نشاهده في أوائل الترتيب، ممكن نشاهده بطل لأكثر من موسم. يعني كتجربة نادي الفتح، شاهدنا نادي الفتح عندما حصد الدوري وجد جماهيرية في مباراة السوبر، كان جماهيرية الفتح توازي جماهيرية النصر داخل الملعب، أقصد يعني على مستوى المملكة. فهو موضوع ما كان فيه فراغ في المدرجات. صحيح. موضوع الجماهيرية موضوع خاص بالإنجاز، عند إذا حضر الإنجاز تحضر الجماهير. طب يعتبر هو فتح باب الاستثمار بالنسبة للشركات الكبرى، الخصخصة هي تعتبر فتح باب استثمار للشركات؟ صحيح، هو فتح باب استثمار للشركات، وممكن على مستوى المستقبل البعيد يكون هناك أندية ما توقعنا أنه ممكن يكون لها تاريخ عريض، ممكن هناك أندية تعود لتاريخ قديم ممكن أنها تتراجع كثيرا من الأندية الكبار، وممكن الأندية الصغار يصبح بطل جديد. يعني مسألة الخصخصة تتغير بين زمن وآخر، يعني الخصخصة ممكن تأتي شركة بفريق صغير لديها طموح كبير فيصبح الفريق هذا من أكبر فرق السعودية في المستقبل. طيب لو انتقلنا لمحور ثاني،
اليوم يعني من الأخبار الأخيرة اللي بدأت يعني نسمعها خسارة فريق العين الإماراتي للقب الآسيوي، هل يعني الفرق العربية يعني باتت عاجزة عن تحقيق اللقب الآسيوي؟ والله إيش أسباب التعثر هذا؟ ما هو عجز بقدر إنه ليش هذا الغياب يعني؟ ما هو عجز بقدر إنه يحتاجون نوع من الممارسة في النهائيات. يعني مسألة ثقافة المباراة النهائية يعني؟ ثقافة المباراة النهائية عندنا نوعا ما أضعف من الفرق الأخرى. يعني شاهدنا في مباراة العين الإماراتي وتشامبوك الكوري كان الإماراتي يعني على مستوى المباراتين أفضل بكثير مما قدم الفريق الكوري، أفضل بكثير. يعني ضاعوا ضرب جزاء في الإياب، في الذهاب كان هناك هجمات كثيرة ضايعة، استعجال غير مبرر، وهذا موجود سبق وأن حدث مع نادي الهلال أمام سيدني. يعني ممكن أحيانا الخوف من الإنجاز، يعني في أمور أخرى ممكن تدخل في أثناء المباراة، أحيانا اللاعب يخاف من أنه يحقق الإنجاز أو يجيله رهبة في نفس هذا فيبدأ يضيع. يعني شاهدنا فرص الهلال ما كانت تضيع، شاهدنا فرص العين الإماراتي ما كانت تضيع، ممكن الأهلي السعودي اللي في الأخير هو الاتحاد آخر بطولتين انظلموا كون أن المباراة مباراة واحدة نهائية وكانت في دولة وتقام وتحدد مكانها من بدري، لكن أمور الذهاب والإياب اللي حدثت للهلال والعين توقع أنه كان يعني كانت مسألة الرهبة والخوف هي سبب أنه ضيع البطولة. طيب شلون نفك الشفرة؟ يعني الأجيال يعني ما نبغى نقول أنه في جيل يعني سابق يعني حققوا هذه البطولات وفي فترات حتى الكرة السعودية سيطرت وهيمنت على هذا اللقب. بالنسبة للأندية السعودية والأندية العربية بشكل عام تحتاج إلى موضوع يعني حل موضوع نفسي في الأندية داخل الأندية. يعني اللاعبين يقدمون أفضل صورة داخل المباراة، لكن ليش ما يحقق الفوز؟ هذه أمور نفسية أخرى. يعني زي المهاجم اللي شات البلنتي، ليش عمر عبد الرحمن ما كان يشوت وهو اللي كان يسدد البلنتيات؟ فهنا أقول لك رهبة أحيانا. يعني عمر عبد الرحمن كان مفروض في نادي العين في المباراة هو اللي يسدد البلنتي، تراجع سدد اللاعب الآخر اللي هو دوغلاس اللي هو المهاجم وأضاعها. يعني كان المفروض أنه يكون لدى اللاعب عمر عبد الرحمن ثقة أكبر في تسديد البلنتي. طب في تراجع يعني في مستوى الأندية مع الأسف زي الشباب، النصر، الأهلي، أسباب التراجع؟ صحيح، يعني في موسم هذا خلينا نقول نأخذ النادي الأهلي كشكل أكبر يعني تراجع مستواه كثيرا. لا أعلم هل هو تحقيق الإنجاز عندنا في السعودية، الفريق اللي حقق الإنجاز السنة الثانية كأنه يدخل في سبات عميق غريب ما له مبررات ما له أسباب. هل هو السبات للنادي واللاعب سبات أم للمدرب جروس؟ والله لا أعلم، هي مسألة الأهلي دخل في أكثر من ظروف بدأت تغيير رئيس النادي مثلاً، هل كان أبداً هي تشوف تغييرات إدارية، تغييرات على مستوى المدرب نعم. في اللعيبة يعني في لاعبين خرجوا من النادي، في لاعبين جدد. يعني مسألة الظروف ما نحكم، الظرف الأكبر أنا أشوف أنه موضوع نفسي. حتى في نادي النصر عندما حقق الدوري وحقق ولي العهد في سنة، السنة الثانية حقق الدوري، كان السنة الثانية الدروب لجميع الأندية، ممكن هذا السبب اللي جعل النصر يحقق. لكن بعد النصر تراجع المركز الثامن، النصر بداية الموسم هذا كان متراجع المركز السابع، الآن بدأ النصر ينتشي وبدأ ينافس. موضوع بس في خسارة لي أمام التعاون. صحيح، الخسارة الأخيرة أمام التعاون بحكم الإصابات، يعني نادي النصر دخل في إصابات كبيرة. الإصابات نعتبرها سبب؟ صحيح، دخل في إصابات كبيرة. جميل. هذا موضوع. الموضوع الثاني إنه الأندية إذا حققت الإنجاز تحس هناك رغبة وتشبع في اللعيبة، لاعبين عندهم الرغبة انتهت، أو ممكن عنده تشبع من ناحية البطولات، أو ممكن يرى أنه يدخل في استراحة محارب وبعد سنة ممكن يكمل يرجع ويعود. هذه أمور يدخل فيها كمان موضوع أنه نحن هنا دخلنا في فلك الجولة الأخيرة يعني، والنتائج اللي يعني عكست ترتيب الفرق في الدوري. يعني الاتحاد كان المتصدر، اليوم الهلال هو المتصدر. هل هو يعني ارتفاع لوتيرة المنافسة، ولا هي الآن يعني تقلب في المستويات؟ لا، هو شوف مستويات الأندية السنة دي متقاربة جدا، والهبوط جماعي بقولهم، يعني هبوط المستويات كان جماعي، يعني لدرجة أنه شاهدنا تقارب نقط كبير. يعني اليوم ينتصر فريق كبير على الآخر، غدا يفوز الآخر، يعني صار حتى لو سويت مثلث حتلاقي واحد فاز على الثاني والثاني مهزوم من الثاني، فصار الموضوع شبكة. يعني الفرق لأن الجولة التاسعة الفرق نقطة نقطتين بين، يعني يستطيع في جولة واحد الخامس يكون الأول، والأول ممكن يصير الرابع،
الإشكالية إنه التقارب النقاط عمل مش حتى هبوط في الأندية يا محمد، حتى عمل هبوط للجمهور، يعني صار زي ما يقولوا على كف عفريت. ممكن دحين أنا الصدارة للنادي الفلاني أو للنادي مثلا حقي ممكن أنا ألقاه في نهاية الجولة أخذ ال أيوه صار فقد تغلب عليك ميولك الرياضية. صحيح صار فقد ثقة بالترتيب. صار فقد ثقة أي فعلا، يعني الجمهور صار فاقد الثقة في أنه ممكن يتصدر. صار خلنا نفرح الأسبوع ذا والأسبوع الجاي ما نضمن الأسبوع الجاي يصير خير، يعني ما ندري إيش حيصير. لكن الآن في نظري أنه الهلال أنا يعني لدي مباراتين أمام الشباب والنصر هي اللي باقية من المباريات الكبيرة. أتوقع الهلال لو تجاوز المباراة دي حيكون فارق نقط يعني مريح بينه وبين الثالث والرابع والخامس، بحكم أنه بينه وبين الاتحاد نقطتين. الآن الاتحاد والأهلي أرى أن مبارياتهم الباقية يعني مباريات من النوع الأسهل من المباريات الكبيرة، يعني أسهل من باقي الأندية. النصر حيواجه الهلال، الشباب حيواجه النصر، حيواجه الهلال. طالما ذكرت الأهلي الآن، مثلا الأهلي في يعني لو صنفناها الفرق المتوسطة أو الضعيفة في بعض المباريات مستواه يكون متدني. يعني صحيح، يعني الأهلي كان في فترات سابقة قبل سنوات يعني ما هي مؤشر إنه والله المباريات الجاية إنه بيقدر يجتازها. أيوه كان في يعني من قبل سنة قبل العام وقبله يعني كان في قوة النادي الأهلي في إنه يتغلب على الفرق الصغيرة، كانت هي حاجز له. كان في أزمنة عند إذا واجه الفرق الكبيرة يقدم مستويات جدا كويسة، لكن إذا واجه الفرق الصغيرة يبدأ يتراجع. هذه إشكالية ما نفسها، هذه إشكالية نفسية ولا إيه بالضبط؟ نفسية هي، وانتهت في السنتين هذه الماضية. يعني صار الأهلي يبدأ ويفوز. الآن الأهلي بحكم إنه النتائج السابقة إنه هو في المرتبة الرابعة ب 19 نقطة، يفرق عن المركز الأول بخمس نقاط، فارق ما هو كبير بحكم إنه الأهلي يعني تبقت له مباريات مستوى أقل من مستوى المباريات الكبيرة. لكن هل هناك ثقة لدى الأهلاويين في نتيجة الهلال حتأثر عليهم؟ متجاوزينها نتيجة الهلال حيكون لها ترسبات يعني موجودة في المباريات المقبلة. يعني التفكير في المباراة مزمع إقامتها في قطر، هل يعني كان بعض لهم التفكير الأكبر بحكم أنه موضوع استثنائي؟ يعني التركيز يكون على ممكن التركيز يكون على المباراة. يعني حتى المباراة الأخيرة مثلا يعني حسب آراء يعني المحللين الرياضيين يعني كان في استهجان جماهيري على المستوى. مثلا يعني بعض اللاعبين مثلا كانوا متحفظين على أداء مصطفى بصاص، على تغييرات المدرب، عدم إشراك القهوي يعني في وقت مبكر. الأمور الفنية ممكن ترجع لجروس في نظر أنه جروس كان يبحث عن غير دفاعية. يعني جروس كان يبحث عن إغلاق مفاتيح اللعب في نادي الهلال، ممكن دياز تغلب عليه في أنه كانت مفاتيح اللعب عنده بشكل آخر، يعني بشكل غير توقع جروس. لكن حتى أهداف اللي جات لنادي الهلال اللي ما كانت من الهجمات اللي كان المفروض تكون أهداف، يعني ما كانت هجمات مبنية بشكل يعني كبير. يعني أخطاء دفاعية، أخطاء دفاعية بحتة، سوء تغطية يعني من الدفاع الأهلاوي ومن عدم تغطية المهاجم والأجنحة وعدم تغطية المهاجم بشكل كبير. مسألة الأهلي ممكن عنده ضعف في الجهة اليمنى، على مستوى الجهة اليمنى بشكل كبير، يعني غياب ألفتيل الجناح والظهير، يعني جهة كاملة بالجناح بالظهير بالقلب الدفاع الأيمن، جهة عند الأهلي تعاني الموسم الماضي الموسم اللي قبله من مواسم سابقة. يعني حلوا موضوع الجهة اليسار بالكابتن محمد عبد الشافي، لكن موضوع الجهة اليمنى باقي لن يومنا هذا من زمن. يعني آخر ما كنت أنا بالنسبة لي أشاهد الجهة اليمنى في استقرار وفي على قولهم امتياز كبير أيام محمد التغيير شغير. حل يا تخيل أستاذ التغيير حل؟ التغيير حل نعم. يعني استبدال مثلا مواقع او استبدال لعيبه ابدا، يعني اشوف انا اعارض مساله الفزعات. يعني ممكن اجيب لاعب في خانه يحتاج التصعيد من الاولمبي مثلا او اقفل في خانه ثانيه، هذا ابدا لا يصح. او ممكن انا اهدم لاعب في خانه بسبب اني ابغى اغطي خانه اخرى. لكن التصعيد من الاولمبي احيانا ما يكون بالقدر اللي انت تطمح له. يعني احيانا لابد انه انت تعالج المشكله، يعني حاول تعالجها بالمحلي ما رضي ما مشت معك، حاول تعالجها بالاولمبي ما مشت المره الاولى. يعني انا افضل انه النادي الاهلي يبحث عن ظهير ايمن اجنبي ويريح نفسه من موضوع طيب. انه الان يعني مع الانتقالات الشتويه يعني هل ممكن ينفتح ملف سعيد المولد من جديد ويرجع للاهلي؟ صحيح، وكان في اجتماع بين اداره النادي الاهلي مساء الامس مع المدرب جروس ومع الاستاذ احمد المرزوقي رئيس النادي الاهلي،
وكان في مشاورات كثيرة حول هذا الموضوع. إيش كواليس الاجتماع؟ ممكن أنه عودة سعيد المولد من عدمها، أنا ما أقدر أجزم بعودته من عدمها، لكن تكلم غروس، تحدث غروس عن أنه عنده ضعف في الجهة اليمنى في الظهير، تحدث عن أنه عنده ضعف على المستوى الأجانب، حيكون في تغييرات جذرية في الشتوية، يعني حيكون هناك استقطاب لاعبين أجنبيين، كارلوس وفيتفا، استبعاد فيتفا ممكن، وفيتفا ولويس كارلوس مستبعدين نهائيين. يعني هذه معلومة، هذه معلومة إن شاء الله منتهين مؤكدة، هذه معلومة حصرية عندنا اليوم. هذه أمور أخرى، يعني حتى تحدث غروس على موضوع حراسة المرمى، كان عنده مشكلة في موضوع حراسة المرمى، وأمور أخرى كمان تحدث على الجانب النفسي، الجانب الفني ماذا يحتاج. كان هل محمد العويس خالد إنه المطروح اسم محمد العويس للتفاوض؟ لأنه من الأسماء اللي يعني كثر الكلام عن انتقاله، يعني تداول في الإعلام هو أنه محمد العويس يعني يوم يقول يقربوا من الأهلي ونقول والله بنشوفه بكرة في الأهلي، يوم نادي أقرب للهلال ونشوف الهلال، لكن مسألة وجود مفاوضات بين الأهلي واللاعب هذه أمور ما أجزم فيها. طب هل هي مشكلة اليوم الحراسة؟ معليش نقفل اليوم، استرسلنا في الأهلي. طيب يعني إصابة المسيليم أحرجت الأهلي. هو مو بس إصابة المسيليم، هو أصيب الحارس الأول والثاني والثالث، هذا ممكن ما أدخل الأهلي في دوامة. نعم. انتقال المعيوف، يعني ممكن أنه كان الأهلي يرى أنه في غنى عن المعيوف بحكم وجود باسم العطلة، بحكم وجود أحمد الرحيلي، راغد النجار. نعم. يعني أنت عندك أربعة على مستوى حراسة المرمى، أربعة لاعبين يصاب ثلاثة في بداية موسم، مشكلة كبيرة لأي نادي، لأي جهة رياضية. نعم. في أي فريق كرة قدم. نعم. يعني يصيب ياسر مسليم، يصيب راغد النجار بإصابة على مستوى الركبة، باسم العطلة إصابة على مستوى الركبة، ما أحمد الرحيلي لا قدر الله أصيب، هيكون في حارس عمره 17 سنة، يعني مشكلة كبيرة. صحيح، مشكلة كبيرة. طب الهلال في الصدارة حتى الآن، هل سيستمر؟ استمرار الهلال في الصدارة، أنا تحدثت أنه لديه مباراتين الشباب والنصر، تجاوزها هيعطي دافع كبير لبداية الدور الثاني. قراءتك للموضوع، قراءتك للموضوع، أنا قرأت الموضوع الآن الشباب يعني هيكون في الصدارة، سيعود الهلال بحكم غيابات لدينا نادي الشباب، أتوقع أنه الهلال حيتجاوز الشباب. مباراة النصر ديربي، ما أستطيع أن يحكم أقول الهلال حيتجاوزها أو لا، لكن موضوع أنه النصر إذا كان حيريد المنافسة ممكن تغيير في المراكز بعد هذه الجولة؟ تغيير في لا بعد الجولة ما حيكون في تغيير مراكز ترتيب الأندية، يعني حتكون أتوقع ممكن الجولة الوحيدة اللي يكون فيها تغيير مراكز، ممكن الاتحاد يدخل أو لا، ممكن هي الجولة اللي يكون فيها الهلال والنصر، لكن مسألة الهلال والشباب أتوقع أنها مباراة حتجاوز الهلال بكل سهولة. المدرب اللي تشوفه الآن في الساحة، يعني تقول عليه مدرب أوكي، هو مدرب أفضل مدرب نادي الاتحاد في نظري، أنه يلعب في ظروفه، يعني في تكتيكه في تشكيلته يتكيف دائما، في تنويع وفي تغيير، يعني يتكيف مع الخصم، يعني بقدر الخصم يبني التكتيك ويبني الخطط، وهذا يعني استقرار على مستوى يعني مستوى الاتحاد، يعني في استقرار نوعا ما، حتى لو كان عنده يعني خسارتين اكثر الفتره الاخيره، لكن بحكم الظروف، يعني الاتحاد ما عنده اللاعب المحلي بقدر ما هو موجود في الاهلي والهلال، لكن برضو الان داخل في المنافسه وترتيبه الثاني، فموضوع المدرب في نادي الهلال. هل الهلال حيرجع ياخذ زمام المبادره وتكون بدايه انطلاق له، يعني بعد يعني اذا قلنا مفترق الطرق مع الاهلي مثلا وعودته للصداره؟ صحيح، يعني الكلام في الشارع الرياضي الهلال يعني حيكون له دافع كبير في انه يتجاوز الفتره الحاليه، اذا انهى الهلال الدور الاول يعني في ثلاث الجولات المقبله بتسع نقاط، اتوقع انه الهلال حيبتعد كثيرا، يعني حيكون فيه على قولهم الترابطات الموجوده، ظهور فريق وخروج اخر، وهذا حيبدا ينفصل، حيبدا الصداره الوصافه حتخرج عن باقي الانديه، ملامح التغيير بدات تظهر يعني في مستوى اللاعبين اللي استقطبهم الفريق، الأداء الفني يبدو أنه مستقر. بالنسبة للموضوع اللاعبين الأجانب في نادي الهلال، عندي تحفظ حقيقة على ذلك، ممكن إدواردو اللي هو من السنة الماضية يعني اللي يكون نوعا ما هو اللي مؤثر، البقية يعني مستوياتهم متذبذبة لا أعلم، يعني أحيانا تشوف تقول كويس. وقال تياغو ألفيز أنه يعني استغنوا عن ما عندي معلومة أكيدة، لكن أنا أتعجب، يعني الفترة الأخيرة نادي الهلال صليتي بأجانب أقل مستوى من اللي كانوا إيش يجيبهم في الفترات السابقة، يعني كان الهلال علامة فارقة في اللاعبين. صحيح، صار الآن ما في نادي سعودي يضمن يكون لديه أربع أجانب على مستوى عالي، يعني لابد أن يأتي اثنين أو ثلاثة في مستوى عالي ويجيب واحد تعبان. مشكلة السماسرة ولا؟ والله ما نقدر نجزم مسألة السماسرة، لكن
احيانا عدم توفيق، احيانا يكون عدم توفيق للاعبين. يعني شاهدنا مثلا مصطفى الكبير في النادي الاهلي قبل موسمين قدم ممكن 9 على 10 مباريات بمستوى جدا عادي، قدم مباراتين كويسه، راح الدوري التركي يعني لاعب ابدع ومن افضل ما يكون. نيفيس شاهدناه في الهلال من مستوى من ابدع المستويات، راح الدوري الاماراتي ما قدم شيء. فهي مساله توفيق للاعب يعني لا اقل ولا اكثر. طب بالنسبه للحكام ما سبب رفض الهلال لحكام الاجانب امام الشباب؟ والمساله تعود لنادي الهلال، يعني اداره نادي الهلال ممكن ترى انه تكون انه امور ماليه قد تكون هذاك، لكن لم يكن هناك شيء ظاهر على السطح ابدا. صح، ما هو هم رفضوا بدون اي مبررات، يعني بدون ان يقول احنا رفضنا بسبب كذا، لكن اتوقع انه مساله انه رفض نادي الهلال للحكام كون انه صار هاجس الفتره الاخيره للهلاليين انه اذا كان تواجد الحكم الاجنبي حتكون موجود الخساره، يعني الامور هذه كانت دخل فيها نظره تشاؤميه يعني؟ ممكن نظره تشاؤميه. صار بس الهلال يعني في مباريات الحكام الاجانب كان يفوز. صحيح هو يفوز، لكن مسألة نتكلم عن الموسم الماضي، لغة الأرقام الموسم يعني الماضي عانى من مسألة حكام الأجانب. هي ممكن أنه استخدمت بطريقة إعلامية أو بطريقة ضغط بين الأندية وصاروا الهلال عندهم هاجس، يعني من بعد مشكلة اللي صارت مشكلة سيدني ومشكلة سيدني صار الحكم الأجنبي هاجس الهلالي. لا أقصد أنه رفضوا بهذا السبب، لكن أتوقع أنه رفضهم بدون مبرر يفتح الأبواب أنه تحدثون الشارع الرياضي حول هذا الموضوع، أنه الهلال يرفض بسبب أنه مشاكل مشاكل نفسية. المباراة الأخيرة مع الأهلي فازوا بحكم أجنبي. صحيح، أنا ما أقول لك إن الهلال لن ينتصر بالحكم الأجنبي أبدا، لكن أتحدث عن إنه رفضهم فترات. نعم. صحيح، رفضهم لموضوع إنه رفضهم للحكم الأجنبي يفتح أبواب بدون مبررات، يفتح أبواب إنه والله نتحدث إنه الهلال لا يريد الحكم الأجنبي لأن عندهم مشاكل نفسية مع الحكم الأجنبي ما حينتصرون، فهي صارت روابط فقط لا أقل ولا أكثر. جميل. نعم. طب في نهاية الجولة العاشرة ما هي الفرق اللي يعني نقدر نقول نتوقع عدم خروجها؟ الفرق ليه؟ الفرق المنافسة أيوة اللي ثابتة على مستوياتها ويعني ما نتوقع عدم حتى الآن، يعني من بداية الدوري ما في فريق ثبت على مستوى. يعني شاهدنا نادي الهلال في تذبذب، شاهدنا النادي الأهلي في تذبذب، يعني نادي الأهلي من الفرق الكبار ما جمع لنقطة واحدة، نادي الهلال دخل في دوامات فوز فوز خسارة، دخل في خسارة من نادي الاتحاد، خسارة من نادي الاتفاق في الجولة الثالثة، لين وصلنا الآن. النصر كذلك، الشباب كذلك، ما في نادي نقدر نقول هذا النادي استمر 4 جولات 3 جولات 5 جولات على نفس الرتم بانتصارات وبمستوى. فترات التوقف هل هي سبب؟ هي سبب كبير فترات التوقف في أنه يكون في هذا الموضوع الضرب بين الأندية، يعني ممكن فترة التوقف تفيد فريق تضر آخر. تضر آخر، ممكن أنا أكون فريقي في أوجع عطائه أجد فترة أخرى بعد التوقف الفريق في أسوأ مستوياته، يعني فترة التوقف عائق كبير وخصوصا على مستوى المنتخبات. على مستوى المنتخب السعودي الآن توجه، يعني توجه الوطن كله للمنتخب السعودي يوصل لكأس العالم في روسيا إن شاء الله. يعني تفكير أكبر، يعني مهمة أكبر من كون أنه إيش اللي صاير عندنا في على قولهم في الدوري الداخلي. فحتى يعني تيسير جاسم كان له إصابة في على مستوى الدوري صح. اللي هو كان عنده كسر في الأصبع، تحامل على إصابته ليشارك مع المنتخب السعودي. فالفكر تقريبا يعني الأولوية كبير الأولوية يعني ذهبت للمنتخب السعودي وصوله إلى روسيا أكثر من كونه منافس. المحللين كانوا يشوفوا أنه في فترات توقف ما هي مبررة يعني طويلة. لا، أنا من الناس اللي أدعم فترة التوقف أنها تكون طويلة لأنها قد تخدم المنتخب. صحيح، المنتخب السعودي يعني أنا ألعب الآن في أي نادي سعودي، تكتيك آخر، مدرب آخر، فكر آخر، لابد يكون هناك فترة طويلة للدخول في أجواء المنتخب. ما تسوي التذبذب مثلا؟ تذبذب على مستوى المنتخب السعودي ولا على مستوى اللاعب بالدرجة الأولى والفرق؟ لا، هو اللاعب يحتاج فترة أطول داخل معسكرات المنتخب عشان يندمج مع عشان يندمج، لأنه إحنا الآن لدينا هدف، يعني كشعب لدينا هدف أكثر من كونها الأولوية للمنتخب. نعم. صحيح، أكثر من كونها منافسة داخلية. يعني الآن المنتخب السعودي أمامه تايلاند، العراق، لابد تجاوز المباراتين هذه بانتصارات، لأن المنافسة الآن أصبحت شبه ضيقة. يعني المنتخب الياباني اللي كان متراجع دخل الآن كمنافس، المنتخب الياباني متعادل مع المنتخب السعودي في النقاط، المنتخب الأسترالي ليس المنتخب السهل. يعني لو تكلمنا قبل لا نبدأ التصفيات الجميع يتحدث أن المنتخب الأسترالي والمنتخب الياباني حينهونا من بدري حتكون المجموعة منتهية، يعني حيكون أستراليا واليابان في روسيا والبقية، يعني تفكير كبير لدى الشارع الرياضي أنه حنكون من المنافسين على الملحق المركز الثالث.
فعلا يعني, يعني كما ذكرت انه فعلا يمكن فتره التوقف تفيد انديه وقد تعيق انديه. طيب بعد فتره التوقف في خطه يعني تاهيليه للمباراه استرجاعيه؟ ايوه انك تسترجع لانه عارف التوقف يعني قد ممكن تدخل هنا مساله الارهاق. يعني انت كون انا انت ممكن الفريق يكون فتره راحه وممكن تكون يعني لما تخيل يكون يعني فريق ممكن لو كان لاعب لاعبين من نادي واحد يعني ممكن لو كان مثلا لاعبين من نادي الاتحاد لاعب مثلا من نادي الاهلي لاعب من نادي الهلال لكن مساله دخول الاهلي والهلال يعني الهلال والاهلي اكبر عدد من اللاعبين يكون متواجد داخل المنتخب السعودي يعني الاهلي 8 لاعبين الهلال 7 8 لاعبين يعني هذا تقريبا 70% من الفريق الاول. جميل جدا. يعطيك العافيه. الاعلامي الرياضي الاستاذ محمد النمري شكرا جزيلا لك. شاكر لكم تواجدي هنا وشرفني اليوم الحضور وان شاء الله نفرح جميعا ان شاء الله بتاهل المنتخب السعودي الى كاس العالم. ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. مشاهدينا الكرام يعني في الختام نشكر لكم كريم المتابعه ونود ان ننوه يعني ان لدينا في القناه الرياضيه السعوديه جمله من البرامج الرياضيه المتخصصه. التي تتناول هذه القضايا التي طرحناها اليوم في الفقرة الأخيرة بشكل مفصل وأوسع بحضور نخبة أيضا من الإعلاميين. شكرا لكم على كريم المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.